عملنا دائما على متن سفينة بحرية، وأحيانا نمضي الأيام والأسابيع على متنها، وسفينة مزودة بكل وسائل الراحة، فتصادفنا أيام جمعة وعددنا قد يصل إلى 60 ويزيد، فهل علينا أن نقيم صلاة الجمعة أم أننا نعتبر مسافرين فنصلي ظهرا، وهل نصلي قصرا وجمعا مع أن الصلاة لا تحتاج منا إلى وقوف لكي نؤديها، وقد خصصنا مكانا للصلاة ولكنه في بعض الأحيان قد لا يتسع لكل المصلين فيصلون في مكان آخر مجاور مقتدين بنفس الإمام، فهل هذا جائز مع العلم أنهم لا يرون الإمام ولكنهم يسمعونه؟ وما الحكم لو كان هذا المكان متقدما على الإمام؟ هل الصلاة فيه صحيحة أم لا؟ أما بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تصح منكم، والواجب عليكم صلاة الظهر، لأن الجمعة إنما تجب على المستوطنين، أما المسافر على سفينة أو على غيرها هذا لا تجب عليه الجمعة، ولا تصح منه لو صلاها إلا إذا صلاها تبعا لأهل البلد، أما أن يصليها وهو في حالة السفر لا تصح منه. وأما بالنسبة للجمع، الجمع إنما يفعل عند الحاجة، الجمع بين الصلاتين يباح عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث أنكم لا تتمكنون من كل صلاة في وقتها فلا بأس أن تجمعوا بين الصلاتين. وأما بالنسبة لصلاة من ذكرتم أن المكان يضيق بكم وأن هناك مكان آخر ملاصق للمصلى يصلي فيه جماعة فلا بأس بذلك إذا سمعوا صوت الإمام، ولا يجوز أن يكونوا متقدمين عليه، بل لا بد أن يكونوا عن يمينه أو عن شماله أو خلف ظهره، ما يكون أمامه فلا يصح، لأن موقف المأموم خلف الإمام أو عن يمينه أو عن شماله إذا كان يمينه فيه مصلون آخرون. الحاصل أنه يشترط للاقتداء في الإمام أن يكون المأموم، أن لا يكون المأموم أمام الإمام. نعم. بالنسبة للقصر، ما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، وهذا هو الذي يعتقده، أن معلوم أن السفينة أو المركب أنه سيذهب إلى مسافات بعيدة. نعم. نعم يجوز لهم القصر، بل القصر هو السنة في حق المسافر، والجمع يباح عند الحاجة. نعم. لكن القصر ليست الحكمة منه هو كسب الوقت بالنسبة للسفر، الله سبحانه وتعالى شرع للمسافر أن يقصر، علق القصر بوجود السفر، نعم. فإذا وجد السفر إنه يشرع القصر. نعم. بارك الله فيكم.